البنك الزراعي شرف ان هو يكون ممثل القطاع المصرفي فيما يخص تنفيذ توجيهات الدوله والقياده السياسيه لدعم العماله الغير منتظمه. المرحله اللي احنا فيها المرحله الهامه اللي موجوده فيها، الحقيقي قرار زي دوت يمثل قرار داعم بشكل كبير جدا، وقرار بيرجع كرامة المواطن المصري للدولة اللي احنا في مصر. احنا صرفنا حتى تاريخ، واحنا اول امبارح كنا حوالي 38,000، والى امبارح 65,000، النهارده 75,000، ماشيين بخطى يعني جيدة جدا، احنا ماشيين بارقام جيدة جدا وفقا للحصة بتاعة البنك الزراعي اللي هي الموكلة الى البنك الزراعي ان هو يصرفها. حقيقي احنا عاملين غرفة عمل مركزية هنا في المركز الرئيسي، وعاملين في القطاعات وفي المناطق غرف عمل مقابلة ليها، بحيث ان احنا نحاول نذلل اي عقبات موجودة، نحاول يبقى في آلية منتظمة نقدر نمشي على السياسات والإجراءات الخاصة بالآلية اللي موجودة دي. بيجي لنا العميل او العمالة بيعمل معاملة الحمد لله جيدة جدا، نحاول ان احنا نوفر له يعني، لان هم ممكن يبقوا مش واخدين على ان الكلام ده يحصل قبل كده. اول يوم طبعا كان في وضع، وبنجتمع اخر يوم نشوف ايه الاجراءات اللي ممكن نحسنها عشان نحسن مستوى الخدمه تاني يوم تالت يوم وهكذا. ان شاء الله يعني بكره نقفل بارقام جيده جدا باذن الله. عندنا الاليه كانت موجوده، حضرتك تحب نتطرق ليها. الاليه موجوده ان احنا بنشوف طبعا الرسالة اللي جاية للعميل لما بيجي البنك، هل هو لأن في بعض العملاء ما بنفسرش هي رسالة البريد ولا البنك الزراعي. فلو هو البريد طبعا بنوجهه ان هو ده، لا انت توجه الى البريد او اقرب فرع من فروع البريد وليس البنك الزراعي. لو البنك الزراعي بيقول اقرب فرع ليك والرسالة اللي جاية كده. لو في عندنا نوع من انواع التكدس في فروع بعينها عن غيرها، احنا موفرين سبل نقل، اتوبيسات نقل بتاخد من الفروع اللي هي فيها كثافة، اتوبيسات خاصة بالبنك بدون اي تكاليف طبعا على المواطن، وبان احنا نوديه للفروع اللي هي اقل كثافه عشان ما نعملش نوع من انواع الزحام او فيما يضر بقى ويبقى ليه اثر سلبي على موضوع طبعا الوباء اللي هو الكورونا او الموجود، ويبقى الناس تعدي بعضها. موفرين طبعا ادوات الوقايه فيما فيها الكمامات ووسائل اللي هي التعقيم اللي موجوده، والجوانتيات موجوده برضو في كافه وحدات البنك الزراعي، نسميها وحدات وفروع البنك الزراعي. في حد من الصحة موجود، في حد من الأمن موجود، بحيث ان يبقى نحافظ على انتظام الآلية، ولو في أي نوع من أنواع المزاحمة أو نحاول نعالجها في حينها يعني. فده بالنسبة للمنظومة حتى تاريخه، وبالنسبة لما تم صرفه حتى تاريخه. احنا في انتظار تعليمات يعني تعليمات القيادة السياسية ورئاسة الوزراء، لو في مواعيد معينة للمتخلفين، ان في ناس طبعا ما جاتش كلها، فهيبقى في مواعيد محدده ليهم برضه، بحيث ان احنا نغطي برضه بنفس الاليه وبنفس الانتظام وبنفس سبل التعامل والتيسير على المواطنين. بيجي المواطن بياخد المبلغ المخصص ليه، وكمان ان هو بنديله كارت ميزه، بحيث ان شاء الله اللي هي الاليه دي لما في تكرار ليها بتنزل ان شاء الله الفلوس على كارت ميزه في المرات القادمه باذن الله. وندخل برضه في نطاق السياسة أو التوجه بتاع الدولة أو المجلس القومي للمدفوعات، إن احنا نحاول نعلم الناس ونعلي ثقافة التعامل من خلال اللي هي ديجيتال بانكينج أو الكروت الدفع يعني.